افتتح رئيس المجلس الأعلى للصحة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة مؤتمر مكافحة الشيخوخة الأول الذي دشن أعماله في مركز الأميرة الجوهرة الإبراهيم بجامعة الخليج العربي وسط حضور لفيف من المختصين من البحرين ودول الخليج العربية وعدة دول أخرى. مؤتمر متخصص يجمع عددا من المختصين من البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى خبراء من مختلف أنحاء العالم ليستعرض آخر ما توصل له العلم في مجال مكافحة الشيخوخة. الشيخوخة في العالم أصبحت حقيقة، لأن يعني إحنا في البحرين ودول الخليج عندنا حوالي 5-6% من الناس اللي هم عمرهم أكثر من 60 سنة، لكن يمكن في 2030 بيصيرون يمكن 15-20% أو أكثر. طبعا هذا كله يرجع من هاي إلى كيف التعاون مع الشيخوخة، شلون تعالجها، شلون تتجنب أضرارها، شلون تجنب مشاكلها. هذه كلها طبعا يعني هو العلم اللي هنتكلم عنه. الحقيقة أن الشيخوخة دائما هي موجودة كحقيقة، لكن العلم الحديث والنظام الحديث للجسم ممكن تخلي الشيخوخة تتأخر شوي، فالإنسان يتمتع بحياة صحية لمدة أطول وحياة كطول عمر لمدة أطول. ففي تقنيات كثيرة وفي علوم كثيرة تسبح في الموضوع. هذا المؤتمر هو اللي يركز على هذا الموضوع ليعطي الأطباء والمعاملين في هالمجال أحدث ما توصلت له العلوم للمحافظة على الصحة وتأخير الشيخوخة على قدر الإمكان. احنا سعيدين اليوم بوجود نخبة من الخبراء في على مستوى العالم في مجال طب الشيخوخة، وإن شاء الله بيطلع منه نتائج طيبة وتوصيات إن شاء الله نرفعها للمسؤولين سواء في مملكة البحرين أو في دول الخليج العربية. نحن سعيدين بوجود مجموعة كبيرة من زملائنا الأطباء، من زملاء الطلبة، وإن شاء الله أن يكون منه الفائدة والخير للجميع بإذن الله تعالى. الشيخوخة أمر لا يمكن إيقافه، إلا أن طب مكافحة الشيخوخة يسعى إلى تحقيق حلم الكثيرين في المحافظة على شبابهم باستخدام طرق علاجية مختلفة تساعد على تأخير مسار الشيخوخة عبر العلاج الجيني والطب التجديدي، حيث سيتم على مدار يومين في مؤتمر مكافحة الشيخوخة الأول بحث العديد من الأوراق العلمية المتعلقة بطرق الوقاية منها. مؤتمر طب مكافحة الشيخوخة والأسرار العلمية لإطالة العمر هو أول مؤتمر بالعالم العربي الذي يحتضن العديد من المختصين في هذا المجال، والذين سيناقشون أوراق علمية وورشات عمل خاصة بجميع العلوم والتقنيات الحديثة والمبتكرة لمقاومة الشيخوخة ومكافحة الشيخوخة، من ضمنها التصدي إلى العلوم الدماغية وكذلك إمكانية العلاجات الهرمونية وإمكانية العلاجات بالخلايا الجذعية والجينات، بالإضافة إلى إمكانية العلاجات الغذائية. يأتي طرح هذا الموضوع ليتواكب مع التغييرات الديموغرافية التي تشهدها دول الخليج العربي، حيث أن نسبة كبار السن في الوقت الحالي لا تتجاوز 5%، في حين أنها مرشحة للوصول إلى 20% من مجمل السكان بحلول 2030، وهو ما يستدعي تبني حلول علمية مبتكرة للتعامل مع الشيخوخة. في هذا المؤتمر يبحث الخبراء كافة السبل لتأخير الشيخوخة، وذلك باستعراض آخر ما توصل له العلم في هذا المجال، خصوصا وإنها باتت حلم للكثيرين في وقتنا الحالي. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.